نحكي عن هذا الموضوع بالتفاصيل مع ضيفتنا دكتور يارا رضوان. اهلا وسهلا فيك يارا. اهلا وسهلا. شكرا على الاستضافه. نورتينا. تسلم. شكرا. نشعر بتفاؤل بوجودك ان شاء الله. اكيد. يلا ليش بتصير النفخه؟ اوكي. هلا بعد ساعات صيام طويله وبنجي بندخل كميه كبيره من الاكل على الجهاز الهضمي هون ممكن كثير اشخاص يعانوا من النفخه. هلا هون بدي اذكر من بدايه الحديث انه هدول الاعراض بتفاوتوا من شخص والتاني، وفي اشخاص ممكن يعانوا بشكل كثير كبير، في اشخاص ابدا ما ممكن يحسوا بالنفخه. ولكن بشكل عام اذا نحن دخلنا كميه كبيره من الاطعمه وبالاخص الاطعمه العاليه بالدهون، مثل شو يعني؟ مثل المقالي مثلا، كل شيء شغلات مقالي، او حتى كميه كبيره بشكل عام يعني. أوكي. اكلنا كل شيء ورا بعضه وبسرعه، ومضغنا بسرعه، بلعنا بسرعه، ما كنا عم نعطي وقت لحتى يعني نمضغ على مهل، هون ممكن كثير يصير في عنا نفخه. هلا في عنا انواع محدده من الاطعمه بتتفاوت تاثيرها بين شخص والتاني، وهون ممكن تسبب نفخه عند بعض الاشخاص. طبعا احنا بنعرف بشكل عام البقوليات عند اغلب الاشخاص اذا تناولوا منها بكميه كبيره بتسبب النفخه. بنعرف ايضا مثل الارنبيط، الزهره، او مزبوط. البروكولي او الملفوف، هدول بنسميهم كروسيفيروس فيجيتابلز. بيعرف حاله، بيعرف اعراضه قديش شدتها، وهون بننصح الاشخاص انه هن يعني يكونوا على مهل. مثلا اذا شخص كثير بيتضايق من النفخه يبطئ بتناول الطعام، يعمل فاصل بوجبه الافطار، يفصل وجبه الافطار على مهل، يعرف انواع الاطعمه اللي هي بتضايقه فعلا، وهذا الشيء بنقدر نعرفه بالفود دايري او المذكره الغذائيه، يكتب الشخص اذا فعلا هو عم يتضايق. هلا يارا هذا يعني هذا بصير لخلل نرجع خطوة لورا، خلل في المعدة أو بالقولون هو اللي بيعمل لنا فهم شيء. هلا الأسباب كسبب. أوكي. هلا الأسباب معقدة جدا وما فينا نبسطها بشيء بسيط، وحتى في أسباب ما أنا كتير واضحة. في عنا شيء اسمه الكولون العصبي، أو بالإنجليزي بنسميه IBS أو Irritable Bowel Syndrome، يعني هو نسبة كبيرة من العالم بتعاني منه. هلا هو في له أسباب تتعلق بالغذاء، ولكن في له أسباب أيضا تتعلق بالستريس، يعني الأشخاص اللي هن بيكونوا تحت ضغط نفسي بيعانوا من هاي الأعراض أكثر. الحقيقة ممكن يكون في إلى سبب وراثي، ولكن الأسباب ما أنا واضحة كتير، ما كتير منعرف ليش في كتير أشخاص هيك بيصير معهم. هلأ ممكن يكون سكر الحليب، يعني ممكن يكون اللاكتوز مثلا بالحليب، بالأجبان، هدول في أشخاص ما بيتحملوا، بيصير في عندهم فورا نفخة وغازات. بيعملوا تست معين كرمال يعرفوا بمعنى. مزبوط. في عنا تست معين بنعمل لحتى نعرف إذا في لاكتوز انتوليرنس ولا لا. في أشخاص القمح، الجلوتين، البروتين الموجود بالقمح الجلوتين، في أشخاص في عندهم مرض السيلياك، وفي أشخاص في عندهم ما بيتحملوا الجلوتين، يعني بيعملون شيء بنسميه نون سيلياك جلوتين سنسيتيفيتي، يعني بيصير في عندهم أعراض هضمية بسبب لما هن يكتروا من أكل القمح ومشتقاته. أوكي. هلأ في عنا شيء اسمه الألياف يلي هي معنا يعني ما بتنهضم بالجسم، بنسميها فودماب. هي فودماب هي كلمة طويلة ولكن هي مختصر لعدة كلمات. أوكي. الفودماب هي الألياف يلي ريزيستنت، يعني بتكون نشويات، انواع نشويات والياف الجسم ما بيقدر يهضمها. فشو اللي بيصير؟ بتروح على الكولون، وبالكولون في عنا بكتيريا. هالبكتيريا بتقوم بهضم هي الالياف، هضم هي الالياف بتسبب غازات. هلا هون في عنا تفاوت كتير بين الاشخاص، يعني في اشخاص كتير بتعاني من اعراض اذا اكلت مثلا ثوم، بصل. طبعا ذكرنا البقوليات، ذكرنا بعض انواع الخضروات مثل الأرنبيط، البروكولي، ولكن في عنا أيضا مثل مثلا الأرديشوكي، الفليفلي، يمكن الأسبرج. الفليفلي ما كتير عالية بالفودماب. أوكي. ولكن في عنا مثلا الأسبرج، الأرديشوكي، المشروم، البصل، الثوم. في عنا أنواع من الفاكهة مثل مثلا التفاح، الانجاص، الموز المستوي، مثلا البطيخ الأحمر. فيه أنواع ممكن تضايق بعض الأشخاص، وهون الشخص يعني إذا عن جد حس حاله أن هذا الشيء عم يأثر على حياته، عم يأثر على الكواليتي اوف لايف، يعني جودة الحياة تبعه، لازم يستشير أخصائي. وهي بنسميها لو فودماب دايت، هي الحمية ما بتصير إلا باختصاصي. ممنوع تاكل شيء كابتن. إذا بتعدن كلهم ما فيك تاكل شيء أبدا ولا شيء. أنا لازم باكل. أوكي. واضح إنه لأنه هو أساسا نباتي، يعني إذا كمان بس بتعاني من الأعراض. بعاني لوين بدك؟ لسطح السدر. أوكي. هون بتيجي دور الفود دايري.
المذكره، المذكره هون بنصحك بدي اسالك عن هالموضوع بس نكمل خلينا نعرف تفاصيل شوي عن هذا هذا الشيء، خبرينا عنه كيف نقدر نكتب كل التفاصيل اليوميه تبعنا. هلا لما شخص بيعاني من اعراض بصير بيكتب شو الطعام اللي عم يتناوله وشو الاعراض اللي عم بيحسها، هون بنصير بعد فتره مثلا اسبوع اسبوعين بنقدر نشوف الرابط، يعني بعد ما انا اكلت مثلا شربت كوب الحليب بعد كم ساعه مثلا صار عندي هيك، او اذا انا هذا النهار اكلت فيه بقوليات مزجتها مع وكمان على العشاء اخذت مثلا ارنبيت او بروكلي، يعني صار في عندي كميات كبيره من الفود ماب عانيت هون، او اذا الشخص عم ياخذ كثير من القمح، فهون بنقدر نشوف اللينك بنقدر نلاقي الروابط. طبعا الشخص يلي عم يعاني كثير بده يروح عند الطبيب بده يعمل استقصاءات اول شيء لحتى نلغي اشياء ثانيه ممكن تكون هي يعني خطيره اكثر طبعا، ولكن بعدين باختصاص مع اختصاصي الهضميه واشراف اختصاصي التغذيه ممكن نوصل لطريقه طعام نقدر نخفف يعني فيها. طريقه الاكل برمضان ونظام الاكل هذا ممكن يكون ممكن يسبب زيادة إذا الشخص عم يوصل لمرحلة التخمة وعم يتناول كتير وعم يتناول كتير من الأطعمة اللي بتضايقه. يعني والله مش كتير بس 4-5 حبات قطايف، 3-4 حبات واللي قبله بعدين بجيبوا كنافة بعدين شوكليت بعدين آيس كريم بعدين خلاص هو الأساس. هلأ هو كمان الأكل الزيادة يعني مثل عم تحكي شغلات عالية بالدهون بالسكريات وكله مع بعض هذا إجباري بده يسبب التخمة والأعراض الهضمية عند أي شخص، ولكن في أشخاص حساسين أكثر من أشخاص ثانيين. يعني في ناس بيحسوا بالعوارض خلال السنة ولكن برمضان يمكن يحسوا بالعوارض أكثر لأنه بتصير أول شيء عم يأكلوا كل الوقت بالليل وما في نشاط كتير والسفرة مليانة أكل كلها كل الأنواع والحرقة كمان. في كتير أشخاص بيعانوا من حرقة برمضان كمان، يعني الأعراض الهضمية بشكل عام ممكن تزيد برمضان إذا الشخص ما عرف يتبع نظام صحيح ومتوازن ومنظم. حلو. طيب كيف فينا نتخلص من هالقصص؟ يعني معقول واحد إذا حاس بنفخة من وراء نوع أكل ونوع تاني ونوع تالت ما يأكله نهائيا خلص؟ لا، نحن بنعمل طبعا ما متابعة من اختصاصي التغذية. إذا عرفنا وصلنا لشو هي الأنواع المأكولات اللي هي هيك عم بتسبب، بنبلش أول شيء نعمل شيء اسمه elimination diet، يعني أول شيء بنشيل كل هاي المأكولات من الحمية لحتى نخفف الأعراض. هون إذا خفت الأعراض نعرف إنه هي السبب. أوكي. هلأ بدنا نعرف شو من هاي المأكولات هي السبب، لأنه إذا نحن عم نعمل مثلا يعني نحن ما فينا نستمر عليها كتير فترة طويلة لأنه هي بتشمل مثلا إذا عم نحكي على low food map diet بتشمل أطعمة جدا جدا مغذية وصحية. أوكي. يعني عم نحكي على خضار فواكه بقوليات كذا شغلة مزبوط، ما فينا نشيل أدوية معينة تخفف النفخة مثلا. هلأ هون باستشارة الطبيب طبيب. الهضمية نعم. يعني في عنا طبعا في عنا بعض الأدوية، ولكن إذا كان المشكلة جاية من الغذاء الحل مو هو إنه نحن نضلنا عم ناكل الطعام اللي عم يضايقنا وناخذ أدوية دواء. لا أوكي. الحل إنه نحن نبلش نخفف من هاي نلعب رياضة مثلا. هلأ لعب الرياضة واحدة من الشغلات الكتير مفيدة للجهاز الهضمي بشكل عام لتخفيف النفخة الغازات. دائما بننصح بعد ما نتناول وجبة الإفطار نطلع نمشي، يعني نمشي 10 دقائق ربع ساعة بس نحرك شوي جسمنا، هذا الشيء كتير بيساعد الجهاز الهضمي. فالرياضة بكل أنواعها أكيد كتير منيحة، ومنحكي على الرياضة الخفيفة يعني بعد الأكل ما بدنا نروح نمارس رياضات كتير شديدة، فالرياضة الخفيفة مثل المشي الخفيف كتير ممكن تساعد. هو المثل بيقول تعشى وتمشى صح كيف هي هالقد مزبوط مادة هالقد خفيف القصص عن جد إذا بنفكر ببساطتها يمكن القصص بننفذها وبنرتاح مزبوط. بس أكيد لازم واحد يراقب حاله ويشوف شو عم يأكل ينتبه خاصة إذا مزوج مزبوط. يعني مش إنه أي شخص يراقب حاله يعني. طبعا دكتور بدي أسألك، في ناس بيكون عندهم حساسية وبيكون عندهم نفخة وبيكون عندهم كذا نوع قصص حرقة يمكن، يعني كتير قصص أنواع أكل ما فيهم يأكلوها، ممكن يوقفوها كلهم كل هالأنواع يوقفوها؟ هلأ هون مثل ما كنت عم بحكي إنه لازم باستشارة الأخصائي التغذية نشيل كل شيء، يعني نشيل نحن الأطعمة اللي بتضايقنا وبعدين نرجع ندخلهم واحدة واحدة ببطء ونشوف الأعراض. أوكي. يعني هون في عنا elimination diet أول شيء منشيل الأطعمة اللي عم بتضايقنا. طبعا في بدنا نلاقي بدائل اكيد لانه مشان ما يصير في عنا اي خلل بالتغذيه، يعني الأطعمة دائما الخضار والفواكه مثلا اللي بتسبب النفخه في مقابلها أطعمة ثانيه ما بتسبب النفخه. فهون بدنا لازم يكون بمتابعه اختصاصي تغذيه. سؤال مهم، كيف نعرف انه هذا إشي مزمن يعني مش مجرد نفخه بطن، انه هذا مؤذي او في مرض وراء او في اوكي؟ هلا في عنا بعض الاعراض اللي هي بتشير انه ممكن هذا الشيء يكون اكثر خطوره، منها مثلا
انه الشخص يصير يفيق بالليل على وجع البطن، يعني يوقظه من النوم هذا الشيء. منا مثلا طبعا وجود وجود الدم بالبراز مثلا، هي علامه كثير خطيره. نقص الوزن بشكل سريع عند بعض الاشخاص بدون سبب، بدون ما يكونوا هن عاملين دايت، هدول كلها علامات بتشير انه في عندنا شيء سبب عضوي خطير اكثر من انه يكون فقط الكولون العصبي. بنصح كل الاشخاص اللي بيعانوا من اعراض الكولون العصبي او النفخه المستمره المزمنه يروحوا يستشيروا طبيب الهضميه لحتى نلغي كل الاسباب الاكثر خطوره ونعرف كيف نتعامل مع الكولون العصبي او مع النفخه المزمنه. في اشخاص مثلا يلي هن عندهم لاكتوز انتوليرنس بس ما بيعرفوا، صار لهم كل حياتهم بيعانوا من النفخه وبيتناولوا الاطعمه بس ما بيعرفوا من شو، جبنه ولبنه كل الوقت وما بيعرفوا ليه. هون بدنا نلاقي بدائل، يعني في عندنا شيء اسمه لاكتوز فري، حليب خالي من اللاكتوز او الاجبان. ف يعني بطرق بسيطه باستشاره اخصائي تغذيه بنقدر نغير طبيعه حياتنا. في اشخاص فعلا هذا الشيء بياثر على حياتهم بشكل كثير كثير كبير عن جد، يعني بياثر على جوده حياتهم. فهون كثير بيستفيدوا من التغييرات البسيطه اللي ممكن يعملوها، وشوي شوي بيرجعوا بيدخلوا الاطعمه وبالاخير بيعرفوا تماما انه مثلا انا هالكميه هي بقدر اتحملها، فوقها طلعنا فوقها خلص ما بقى اتحمل، او مثلا هذا الطعام انا خلص مضطر شيله كل حياتي. مثل مثلا طبعا الاشخاص اللي عندهم سيلياك، السيلياك مرض بياثر على جدار الامعاء يعني بيعمل مشاكل كثير بالمستقبل، فبالتالي ما عندنا خيار ان احنا نتناول الجلوتين، فهون بدنا نشيل الجلوتين والقمح وكل مشتقاته. نصائح وصلت، كفت ووفت خلاص، يعني كلها نصائح. شكرا دكتور. وكابتن بنصحك شكراً. انت تاكل رز بس، يعني اذا ما لا اكيد لا لازم رز بس اكيد لا اكيد لا اكيد عم بمزح طبعا، انه انت عم تقول لنا انه انت نباتي لانك نباتي وعم انا عم تحس بالنفخه وعم تاكل كثير رز خضره. ايه بس انه هيك نعم سيدي. شكرا لك، شكرا ورمضان كريم. شكرا شكرا.